اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أسماء عبد الهادي، ويلا بينا نبدأ قصتنا. في بيت ميسور الحال كانت قاعدة هدى مع أمها. مالك يا هدى يا بنتي؟ شايفاكي قاعدة كده وسرحانة، وليه مش على بعضك؟ كأن في حاجة مضايقاكي أو شغلة دماغك يا بنتي. ها؟ لا يا ماما يا حبيبتي، مفيش حاجة، كل الحكاية اني متوترة وخايفة من موضوع الجامعة ده، يعني زي ما حضرتك عارفة مكان جديد عليا وكمان كبير ولسه مش هكون عارفة حد فيه، فيعني الموضوع شغل تفكيري شوية وكده يعني. ليه يا بنتي؟ أمال أصحابك بتوع ثانوي راحوا فين؟ ما أكيد هتقابليهم هناك. أكيد هقابلهم يا ماما، بس للأسف مش كلنا ندخل نفس الكلية، كل واحدة فينا جالها كلية مختلفة، ففكرة إني أكون لوحدي دي حاجة قلقاني شوية. لا يا حبيبتي ما تخافيش، أنت عشرية وحبوبة وطيبة يا هدى، وإن شاء الله هتلاقي صحابات بسرعة وتتعودي على المكان بسهولة. ما تشيليش هم البكرة يا حبيبتي، وقولي يا رب. يا رب يا ماما يا رب. صحيح يا هدى يا بنتي، كلمتي باباكي يبعتلك فلوس عشان يعني مصاريف الجامعة ولبس وكده ولا إيه؟ هدى بلعت رقبة بتوتر لأنها افتكرت اللقاء اللي ضربناه وبين أبوها لما راحت له شركته. فلاش باك، دخلت هدى الشركة بتاعت والدها وهي قلبها مقبوض وخايفة من ردة فعله. ربنا يستر وما خدش دش تأنيب من بابا زي كل مرة أجيله هنا، بس أعمل إيه يعني؟ ما هو اللي سايبنا ومش بيسأل عننا، حتى مصروف الشر اللي بيبعته بقى قليل قوي ومش بيكفينا، رغم إنه ما شاء الله يعني عنده الخير كله وزيادة كمان. أمال ليه بيعملنا كده؟ ليه؟ وليه سايبنا بيت إيجار؟ ليه سايبنا نعاني الفقر وهو عايش في الهيلمان ده كله؟ أنا مش فاهمة ليه بتعمل معانا كده يا بابا؟ ليه؟ مش معنى يعني إنك انفصلت عن ماما يبقى تبعد عننا بالشكل ده وتنقنقنا وتحرمنا من خيرك بالطريقة دي؟ لا، وكلكم ومعاملتك الجافة ليكم تاني خالص، ده انا بخاف يا بابا بصوا في وشك من نظراتك الحادة تجاهي. المهم ما علينا، انا هدخله خلاص، رغم يعني تحذيراته المشددة ليا ان انا ما جلوش الشركة هنا، لكني هدخله امري لله، ما انا خلاص داخلة الجامعة ومحتاجة مصاريف ولبس، اعمل ايه بس يا رب؟ ربنا يستر. قربت من مكتب السكرتيرة، لو سمحتي ممكن ادخل لفريد بيه؟ اقول له مين حضرتك؟ قولي له هدى المهدي. طيب تمام، لحظة واحدة. ودخلت السكرتيرة المدير. فريد بيه، في بنت بره عايزه تقابل حضرتك. بنت؟ بنت مين دي؟ بتقول اسمها هدى المهدي. اتغير لون وش فريد. ودي اللي جابها هنا دي؟ اسمعي ماشي، انا مش فاضي. حاضر يا فندم. ولا اقول لك لا، سيبيها ما تمشيهاش، بس خليها قاعده عندك لحد ما افضلها. تمام يا فندم. وبالفعل خرجت السكرتيره لهدى. اتفضلي اقعدي هنا شويه لحد ما فريد بيه خلص اللي في ايده. تمام ماشي. وفضلت مستنية لمدة ساعة كاملة لحد ما خلاص ملت وفاض بيها من كتر الانتظار. لو سمحتي، هو لسه فريد بيه مشغول ولا ايه؟ انا بقالي ساعة مستنية هنا، هدخل اسأله تاني. حست هدى انه مش عايز يقابلها. لو سمحتي، لو مش فاضي انا ممكن اجي وقت تاني. لا لا لا، هسأله وهرجع لك، لحظة بس. ودخلت السكرتيرة لفريد. فريد بيه، البنت اللي اسمها هدى بقالها ساعة منتظرة برا، هتقابلها ولا ايه؟ ايه ده، هي لسه برا؟ انتي مصممة بقى تدخل؟ ماشي يا ستي دخليها. حاضر يا فندم. وقعتها باب معايا. السكرتيره خرجت لهدى. اتفضلي ادخلي، تقدري تقابليه دلوقتي. تمام شكرا قوي ليكي. ودخلت هدى. السلام عليكم، ازيك يا بابا؟ انت ازاي يا بنت تجاره ويجي لي الشركه؟ ها، انت جننتي ولا جرى لعقلك حاجه؟ انا مش حذرتك انك تجيلي مكان شغلي؟ اسفه قوي يا بابا، بس اصل قلتلك لما تتنايلي تحتاجي حاجه اتصلي عليا في الفون، ملهاش لازمه طليتك البيه دي يعني. يعني حتى مش عايز تشوفني يا بابا ولا حتى تطمن عليا؟ ده انا بقالي 3 شهور ما شفتش حضرتك. بقى دي مقابلتك ليا؟ بدل ما تقولي وحشتني يا بنتي واخبارك ايه، محتاجه حاجه ولا لا؟ وكمان لما برن عليك مش بترد عليا وبتتجاهل اتصالاتي دايما. انت قولي جايه ليه وعايزه ايه، انا مش فاضيلك. كرامتها نقحت عليها، ففضلت انها تروح الجامعه بهدومها القديمه افضل من انها تتذلل لابوها ويتهان كرامتها بالشكل ده وهي بتطلب فلوس الجامعه. لا خلاص يا بابا، طالما حضرتك مش فاضي انا هبقى اجي لحضرتك وقت تاني ان شاء الله. قصدي اكلمك في الفون. انت قولي عايزه ايه بدل ما تعصب عليك يا هدى، قولي. انا كنت عايزه فلوس عشان الجامعه. و فلوس ليه؟ ما انا ببعت لكم كل شهر. ايه بقى الحكايه؟ هو انتوا شايفين انت وامك قعد لكم على بنك ولا اعمل لكم ايه؟ هنا هدى ما قدرتش تتحمل فقالت بشيء من العصبيه، ما بقوش يكفوا يا بابا، يا دوب بيكفوا فلوس الايجار والاكل والشرب بالعافيه، احنا مش عايشين زي الناس، ويا دوب الفلوس بتكمل لاخر الشهر بالعافيه، ومع ذلك لا انا ولا ماما عمرنا ما نطقنا ولا طلبنا من حضرتك تزود الفلوس، رغم يعني ان حضرتك شايف الوضع وعارفه وكمان تقدر تزوده بكل سهوله، ومش هينقص من فلوسك حاجه. انا مش بطلب كتير يا بابا، انا كل الحكايه اني مش عايزه حد في الجامعه يقلل مني او يتريق عليا عشان الطقم الوحيد اللي عندي اللي جايبه من السنه اللي فاتت، ومع ذلك بلبسه، ما هو مفيش غيره. فلو حضرتك يعني حابب تديني فلوس تمام، مش حابب دي فلوس حضرتك وانت حر فيها، انا مش هقدر اتكلم.
طبعا ما تقدريش تكلمي، ده انا كنت قاطم رقبتك على صدرك. هنا فهمت ان مش هيديها حاجة. انا اسفة على ازعاج حضرتك. عن اذنك استني عندك. نعم يا بابا. انا موافق ان اديكي كل اللي انت عايزاه. بجد يا بابا؟ بس على شرط. بلعت رقها وخافت من شروطه. تيجي معايا الفيلا. بجد يا بابا؟ حضرتك هتحرمنا من ايجار وتخلينا نعيش مع حضرتك في فيلتك؟ لا طبعا، انت بس اللي تيجي بيتي. اما امك بقى تيجي على اساس ايه؟ تراجعت وده وهي زعلانة. انا اسفة يا بابا، مش هقدر اجي اعيش مع حضرتك ومش هينفع اسيب ماما لوحدها. انا اسفة. يعني مش عايزة الفلوس؟ عايزاها، بس في نفس الوقت ما اقدرش اسيب ماما. حضرتك كده بتحملني فوق طاقتي، مش هقدر على ده. طب انا عندي فكرة ترضى الطرفين. امك بتشتغل في البيت صح؟ وبتعمل اكل وبتبيعه مش كده؟ اه يا بابا، ماما نفسها حلو قوي في الاكل زي ما حضرتك عارف، وناس كتير بيطلبوا منها تعمل لهم اكل في الحفلات والمناسبات وكده يعني. تمام قوي، انا مستعد بقى اخصص لك انت وامك كل واحده اوضه في الفيلا، على شرط امك هتيجي الفيلا على انها طبخه جديده وانت بنتها. هدى هنا اتصعقت باللي بيقوله. ايه؟ نعم. ها قلت ايه؟ عن اذن حضرتك يا بابا، انا مش عايزه فلوس تاني خلاص. ونزلت دمعتها على خدها قهرة على حالها واللي بيعملوا فيها ابوها. مشيت وهي مش شايفه من كتر دموعها الصامته اللي بتنزل من غير صوت، لكن قلبها كان بينزف من القهر. فخبطت دون قصد في شاب كان داخل لفريد. انا اسفه. وكملت طريقها من غير ما تبص عليه. اما هو ما كانش عارف ليتضايق لما شافها بتعيط وزعل عشانها. فقال في نفسه غريبه، خارجه من عند بابا بتعيط ليه؟ وايه حكايتها البنت دي؟ فضل يبص عليها لحد ما اختفت عن نظره. بابا مشغول يا امينه ولا ادخله؟ لا طبعا، اتفضل ادخل يا ذنبي، فريد بيبلغني اول ما توصل تدخله على طول. تمام يا امينه، شكرا. هنا فاقت هدى من ذكرياتها على صوت امها. هدى يا بنتي رحتي فين؟ سرحتي ليه؟ معلش يا ماما، انا اسفه، انا حاسه ان دماغي مصدعه وعايزه اقوم انام. ماشي يا بنتي، ربنا يشفيكي ويعافيكي. واول ما دخلت هدى اوضتها اترمت على سريرها وفضلت تعيط. مفكراني مش حاسه بيكي يا بنتي؟ انا متاكده انك طلبتي فلوس من باباكي ورفض يديكي، بس هقول ايه بقى غير حسبي الله ونعم الوكيل في واحد انعدمت الرحمه من قلبه. اما عند يزن كان قاعد في اوضته وطافي النور وحاطط راسه تحت ايده وسرحان وبيبص للسقف. هو ايه اللي بيحصل؟ مالي بفكر فيها ليه؟ واللي اتضايقت اني شفتها بتعيط وانا اصلا ما اعرفهاش. وفجاه حس بحركه غريبه ففتح نور الاباجوره فسمع اللي بتزمر في ودانه. توت يا يمي، منك لله يا شيخه قطعتي لي الخلف. هو في ايه بقى؟ ايه يا يزن بهرج معاك، ايه المشكله يعني؟ يا شيخه وانت شايفه ان مفيش مشكله خالص؟ ده اللي هو انا يعني اللي مش بتفهمي؟ انا مطفي النور يعني اكيد عايزه انام. ها عايزه ايه؟ لا انت صاحي وما لحقتش تنام. كارما، عايزه اخلصي كلك مفهوميه. بص يخرب بيتك كده، عايزه فلوس تاني ليه؟ ايه كوكو حكايتك، انت بلعت فلوس ولا ايه؟ اهدي كده على نفسك يا ماما. ايه يا زينو، بلاش يعني جيب اللي انا عايزاه. هاتي باعتدال وبعقل، مش باسراف وبجنون زي كده. فوقي شويه وعقلي يا كارما. يو يا يزن، كل شويه نفس الموشح. يا كارما، واتمنى تعقلي شويه بقى وتمسكي ايدك. يوه، طب وربنا بقى لروح لسيفو حبيبي وهو هيديني؟ خدي يا بنت هنا وربنا قدرك. سيفو مين اللي تطلبي منه فلوس؟ لا وبتقولي عليه حبيبك كمان. في ايه بينك وبينه؟ انطقي يا بنت انطقي. وربنا ما قصدي حاجه، دي طلعت كلمه عفويه. فيها يا يزن، وربنا ما في اي حاجه، سيبني يا عم. على اوضتك يا كارما، ومن هنا لاخر الشهر ممنوع تطلبي مني فلوس تاني، انت فاهمه؟ يو اخر الشهر ايه، مش هينفع. كارما انا سامع برطمه ليه؟ يو خلاص مش هبرطم، انا ماشيه. يزن رجع على وضعه اللي كان عليه. حلو، طفي النور بقى وانت ماشيه. ولسه هيحاول يغمض عيونه لقى اللي بيفتح النور تاني. كارما اهدى يا باشا مصر، ده انا سيف. هنا قام يزن من مكانه ومسك سيف من هدومه. خد يلا تعالالي، جيت في وقتك. يا حبيبي شكلي جيت في وقت مش مناسب، والوحش المفترس اللي جواك صاحي. ولا اللي بينك وبين كارما، يلا ها ارو اعترف. ها كارما مين؟ كارما اختك؟ وربنا استنى مفيش اي حاجه بيني وبينها، يخرب بيت شيطانها، هي قالت لك ايه بالظبط؟ ريحتني يا زفت. ها قولي كنت جاي عايز ايه؟ لا خلاص يا عم انا ماشي، ما بقتش عايز اقول حاجه خلاص. ولا انت كنت جاي ليه؟ لا انا زعلان ومش بكلمك، صلح غلطتك وصلحني. يخرب بيت دماغك اللاسعه. ولا عايز ايه؟ انا مش فايق لدماغك اللاسعه دي، انا عايز انام، عندي شغل مهم بكره الصبح. انت قعد سيف على السرير. بصراحه يعني يا زن انا محتاج منك مساعده سريعه وعاجله. خير، انت كمان هتطلب فلوس تاني؟
لا، موضوع الفلوس ده مفروغ منه اكيد، والاكيد اللي اكتر هطلب لما احتاج، لكني عايزك في موضوع تاني. خير يا ابني ما تتكلم بقى. ابا الحاج سيوفي ماله انكل مدحت؟ قال يا اخويا عايز يسافر وياخدنا معاه. وايه المشكله؟ ما انت بتحب تسافر ومش بتقعد في مكان واحد شهر على بعضه. لا، فكره اني اسافر واستجم واتفسح دي حاجه لوحدها، وفكره اني اسافر واشتغل بقى ده حوار تاني خالص وما اقدرش عليه. اه انت هتقول لي ما انت فعلا طول عمرك فاشل وبتاخد السنه في الجامعه على سنتين. ما خلاص بقى يا زن، هيبقى انت وابا الحاج عليا. وربنا انكل مدحت لو سمعك بتقول عليه كده لا يكون معلقك. يا عم فكك، المهم هتساعدني بقى ولا ايه؟ اساعدك ازاي؟ مش فاهم برضو. مش عايز اسافر يا اخي. الله، اسمع، قول له اني هشتغل معاك هنا في الشركه واني هاجي اعيش معاكم في الفيلا هنا واكون تحت عينك، يعني سافر وهو مطمن عليا وبطنه بطيخه صيفي. اه، وابوك يسافر من هنا وانت تلعب بدلك من هنا. عيب عليك يا يزن، انت تعرف عني كده؟ وابو كده كمان يا يزن، عشان خاطري وخاطر البنت الغلبانه اختي كريمه دي نغم، اعمل اللي بقول لك عليه. ايه هي نغم مش عايزه تسافر هي كمان ولا ايه؟ غريبه قوي. اه يا سيدي، عايزه تفضل هي كمان هنا. اخلص بقى يا سيف، قول انك هكلمه. ريح قلوبنا بالله عليك، واعمل فينا بقى خدمه انسانيه، ومش هننسى لك المعروف ده طول العمر. ماشي يا سيدي، خلاص. انت هتشحت ولا ايه؟ بكره ان شاء الله لو فديت هعدي عليه في الشركه وهكلمه. لو فديت لا فيك الخير. خلاص يا سيف هكلمه، ما تبقاش ممل بقى. انت مش عايز تسافر وخلاص، وصلت، هعمل كده. روح يا شيخ، اللي هيتقع على جدور رقبتك وتحبه وما تبقاش على بعضك كل ما تشوفها وتتلخبط كمان. ولا انت كده بتدعي لي ولا بتدعي عليا زفت انت؟ ايه؟ اه طبعا بدعي لك. طب غور يلا، وقتك خلص معايا. غور حبيبي يا زينو، تصبح على خير واحلام سعيده مع البنت اللي هتوقعك على جدور رقبتك. ها يا زين، مره واحده ابتسم لانه ده اول حد جيت على باله لما سيف قال كده. وقال والحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.